et puis il y a des films aussi qui partent chez lui à la fin. تعادل الأكسفيرية والفيسبرين في تاريخ 18 مارس 2013 يطلب فيها من رئيس الجنة المحلية للتنمية البشرية مراجعة تكوين الجنة المحلية وذلك من أجل احترام نسبة التمثيلية النسائية والشباب الممثلين داخل الجنة والتي يجب أن تصل إلى 20% بالنسبة للنساء و 15% بالنسبة للشباب وذلك وفقا للمؤشرات التي نصت عليها الممثلة التوجيهية في هذا الشأن لتبعيد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم مرحلتها الثانية 2011-2015. غادي يرفع لكم سميتو اللائحة ديال تشكيلة ديال الجنة المحلية الجديدة اللي اقترحت الرئيس. المهم الرئيس يحيى الحيار المنتخب هو السيد زريع عبد الواحد رئيس الجنة، السيدة أمينة الخبريشي نائبة رئيس الجنة، السيد جمال بن علي ممثل ديال كارتي سيبل ممثل مصالح ديال الخارجية، السيد عبد القادر الهادي ممثل ديال المكتب الوطني ديال المأساة الشغل اللي اعتاد عنده شي مهمة خارجية، السيد رشيد توريد المندوب الإقليمي التعاون الوطني، السيد أحمد قيسامي المندوب ديال الشباب والرياضة، ممثلين المجتمع المدني كاين السي محمد الجندافي، السيدة فوزية الولية شي عام جمعيني في سقناس عندها شي اجتماع في وجدة في التكوين، والسيدة الأنسة سميرة عيف موسى عن جمعية الإرادة، إرادة الأشخاص الوضعية في عقاب الجلسة، فهي معنا هنا. إذا كاين ثلاثة أعضاء جدد، كاين لالة سميرة ولالة فاطمة ولالة فوزية، ثلاثة أمينة وسميرة فوزية اللي كتمثل الجمعية ديال تيس غناش راه تكون راه مهمة سمية في وجدة في وجدة وغاتحنا إن شاء الله خصنا غير الموافقه ديال الاعضاء ديال الجنه. بالنسبه للشباب حنا الحمد لله كلشي شباب. الشباب سي محمد الجدافي راه شاب ها هو حنا باين عمل ديالك شو يخليه على الشيء خليه عنده 80 عام. لا ماشي قليل السن ماشي الشباب بالبيك الشباب والحماس كان 80 ولكن إذا كنا عاود 80 عام راه شويه 80 كل ثلاثة أشهر مارس يونيو شتنبر دجنبر تخصص لتتبع المشاريع ودراسة العقبات والمشاكل المحتملة التي تعترض إنجازها ومحاولة إيجاد الحلول لها. هذا وبناء على القانون الداخلي للجنة المحلية للتنمية البشرية وتنفيذا لبنود اتفاقيات الشراكة الموقعة بين اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية حول إنجاز تقارير دورية حول التقدم المادي والمالي لمشاريع المبرمجة. سأتلو على أعضاء اللجنة المحلية التقرير الدوري الموعد من طرف فريق التخطيط بعد نهاية شهر مارس للدراسة والمصادقة عليه هو كالتالي: بناء على إرسالية السيد العامل بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والمتعلقة بتحويل مبالغ الدعم التي تقدر ب 3,160,000 درهم والمرصودة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري حي زروالة بلدية والنصار برسم سنتي 2011 و2012 إلى الحساب الخصوصي المفتوح بميزانية بلدية والنصار والمسمى صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية. نخبر سيادتكم أن البلدية قد توصلت من طرف قابض المدينة بشهادة إيداع المبلغ المشار إليه أعلى بميزانية البلدية وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2012 وفق المبالغ المرصودة لكل مشروع من المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. بالنسبة لمشروع بناء طريق رقم 1 الرابطة بين مدرسة سيدي محمد والطريق المداري بحي زروالة تم تحويل 1,400,000 درهم إلى الحساب الخصوصي. بالنسبة لمشروع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب تم تحويل 100,000 درهم. بالنسبة لمشروع اقتناء الدراجات الهوائية تم تحويل 100,000 درهم. وبالنسبة لمشروع بناء مركز متعدد التخصصات تم تحويل الصندوق 1,560,000 درهم.
وعليه فقد قامت المصلحة المختصة بالبلدية بمراسلة المصالح المعنية لوزارة الداخلية بتاريخ 3 جانفي 2012 حول طلب ترخيص لفتح اعتماد مالي بمبلغ 3,160,000 درهم في الحساب الخصوصي بالميزانية، وذلك من أجل إعداد برنامج عمل وموافاة المصالح المختصة اقتضى المصادقة عليه. هذا وبالنسبة لمشروع بناء وتهيئة الطرق بحيز روان والمقترح من طرف اللجنة المحلية لسنة 2013، لقد وافقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على المشروع، وفي انتظار تحويل المبلغ المخصص لها والذي يقدر ب1,561,000 درهم إلى الحساب الخصوصي المفتوح في ميزانية البلدية حتى نتمكن من القيام بالإجراءات المصدرية لهذا المشروع. شكرا. أو تنسى شبكة الماء الصالح للشرب واقتناء دراجات هوائية لفائدة تلاميذ مدرسة سيدي محمد. بالنسبة للمشروع الأول والثاني، يعني مشروع بناء الطريق المحيطة، الطريق رقم واحد اللي كتب سيدي محمد، دوك الدراسات بالنسبة للدراسة الجيوتيخنية كاين واحد لابوغاتوار اللي جي هي اللي مكلفه بها الدارت. حاليا كاين واحد الدراسه ديال لوبيتوبوغرافي، دراسه ديال لوبيتوبوغرافي وديال لابوغاسيون تهيئ تفاد التحملات وملف التقني للمشروع. بالنسبه للمشروع ديال بناء مركز المطار التخصصات، يعني التصاميم الهندسيه واجدي ممكن بها المهندس المعماري السي حنفي، دراسة التربة الجيوتيكنيك ديال دو سول تات دابا كيبقاو نديرو غير ليتود ديال البلون دي توغ ارمي باش نعرفو لي كونتيتي لا نديرو في سي بي اس باش يكون من بعد ديجا ديال بيرو دو كونترول باش يكون علمي في كونتيك كامل. بالنسبة للمشروع ديال بالنسبة لاقتران الدرج الهوائية و وزاشي بغيت نبسط الشغل، كنسلو غير لايس اوتوريزيسيون سبيسيال نفتح حساب خصوصي باش نشطو الإجراءات العملية. يعني كاين دي سي بي اس دادي لونسيو، كاين دي بونت كومون لا ديزيو سينياو ديزيو باش يكون هو مستقر، ولكن هنايا حنا سبقنا شوية باش نروحو للدراسة التقنية. بالنسبة كاين هاد المشروع بالنسبة لحيز هو بالنسبة لسنة 2011 و2012. بالنسبة ل 2013 الجنة المحلية مع التشخيص المشارك اللي دات مع الساكنة ديال حي زروالة، اقترحنا مجموعة ديال المشاريع. الحي السكان ديال الساكنة ديال حي زروالة اقترحنا مجموعة ديال المشاريع، مع اللجنة المحلية اقترحنا واحد المشروع ديال مهم هو مشروع بناء الطرق في حي زروالة. كما كتعرفوا كاملين حاليا في الخانة ديال واحد الدراسة ديال تصميم التطهير السائل اسينسمونيكي باش جميع الطرق في الخانة. دونك ما عرفتها على السيد العامل على ان ما غاديش ندير الطرق وصافي، وانما ندخلو شركاء اخرين، يقول الشريط ديال العمران الشريط ديال لونيت، دونك لونيت تكلف بوض الحار، العمران تزيد مبالغ اخرى اضافيه باش يعني حيز الولاء يكون فيه واحد المشروع نموذجي متكامل، يعني يكون فيه التطهير المسائل الشوب والطرق. لماذا لا مشاريع اخرى اذا كانت وفرت يعني العقل المجنون حل المشكل ديال العقل. دونك بالنسبه للحاله بالنسبه لسنه 2013 يعني نفترى في طور الدراسه. دونك كاين شركاء بالضبط ان شاء الله الاولى بالضبط في الوطن المغربي والشرق بالضبط هذه البلديه والمنطقه الوطنيه للتنميه البشريه. وشكرا. سي محمد كي فهمتي هذا الشيء يعني السيادة المهندس اللي تبع الشغال يعني راه تبين دابا واحد الحالة أخرى على حساب يعني حي زروالة، على حنا كنقولوا بحال اللي فات دارت إعادة هيكلة ديالها كاملة يعني التطهير ديالها، وكانت يعني حنا كنهضروا غير على المشاريع ديال التنمية البشرية نيتن، ولكن أما السيد العامل حنا الاجتماع يعني شاف بلي حي زروالة راه فيه هاد المشاريع ديال التنمية البشرية واللي تقترح على هذيك الشركات ديال العمران وديال البيوين، كل شركه يعني غادي تحمل يعني واحد المساله ديال واحد المساله اللي غادي تتبع لاسينيسمو اللي غادي تتبع للطرق.
يعني دابا حيزر ولا ماشي كنشوفوا عندنا واحد الاتجاه على حسب التنميه البشريه، وانما دابا تجتمع فيه كل شيء هذا المشاريع. هذه واحد المفاجاه لهذا الحي، واحد الحي اللي كتعتبر اللي فيها ربعه الاحياء والتاريخ ديالها راه يعني حنايا اللي عايشين وعارفين التاريخ ديال حيزر ولا اللي كنهضروا عليه واحد التاريخ مهم جدا والسينما اللي دولها. بالنسبه لهاد المشاريع بالنسبه للتروالا حيت التروالا دابا كاينين تما بواور اللي ناس كنعازروها وحتى هادوك حتى هادوك مع التروالا، لكن التروالا فيها اسمانيين فيها التروالا. محمد اسمح لي نقطع فيك، حيت التروالا ماشي كنهضر على واحد اللي راني دابا فهمت فيهم وفهمت حتى في الاجتماع اللي كنديرو في العماله مع السيد العميد. حيز روالا راه داخلين فيها ربعة أحياء، حي إزمانيا وحي سيدي محمد هي فرخانة، يعني اتجاه ديال حنا داخلين معانا واخا اتجاه فرخانة ولكن يعني قطع علينا إلا الواد. كنهضرو على هاد المشاريع كاملين، كلشي اللي غادي يدخلوا بالنسبة يعني الطرق ولا سيدي صبوح حتى سيدي محمد، يعني فرخانة هي هذيك الجهة اللي دابا فرخانة حتى هي اللي غادي تدير فيها راسي. بالنسبة للحدود ديال فرخانة مع الإنصار راه تما واحد الطريق غير 100 متر من واد الفرخانة، فهمتي؟ كاين واحد الطريق تما كيفك العزلة من بني تشيلو حتى الطريق ديال فرخانة، وهذاك راه قديم تما بعاد سبريون، وحتى هذاك الله يخليك زعما إلا بغيتو ندخلو حتى هذاك يدخل بري 100 متر لا هاد المشاريع ديال الزوار اش فهمتيني؟ انت كتعرف ديك الطريقه هي هذا كيفك العزله من بري تشيلو حتى الاخر حتى الطريق ديال فرخانه سعدان هو راه عندك الطريق اللي جايين مع الواد ديالنا في هذاك ما بين اللي كتفرق ما بين سيدي محمد وبري تشيلو، يعني داك اللي جا تقريبا حتى الحدود هي تناقشت مع يعني هذيك المرحله خاصه حتى كلشي غادي يدار عرفتي. دابا راه هاد المشاريع هادو ولا ود خص يدير يعني الحماية ديال الوداد، ماشي غير هذاك الواد هو، أنا عندنا شي ثلاثة د الوداد، وهذاك الواد راني هضرت مع السيد المهندس والسيد الكابتن معاهم وهضرنا واحد الاجتماع، يعني هذاك الواد داخل في الحي داخل الوسط ديال الحي، يعني كانت السكان حنا درنا هنايا، يعني هاد المرحلة اللي دارت الحماية ديال الوداد راه كانت مشكل واحد كثيرة كارثة كبيرة، يعني كانت الواد نهار الواد راه كيدخل في الديور ديالنا، وهذه صارت ليه نفس المشكل، باريو تشينو، هذا الواد هذا هضرت عليه السي محمد، وإن شاء الله كنتمناو راه غادي حنا غنوصلوا فيما وصلنا الله، يعني كنطالبوا، يعني الرغبات ديال المطالب ديالنا ديال حيزر ولا، والله إلا حنا أماش، حنا راه نستمروا في هذا الطريق هذا وندير المجهودات والكاميرا عند الله، وهنا كنت كنقولها له كنت صغير مازال صغير، ونتمنى الله سبحانه وتعالى نعيشوا ويفكروا ولادنا ويعيشوا بخير. الله يخليك. واحد النقطة بالنسبة للمشروع ودابا كاين ربعة اجتماعات اللي تيديروا في السنة بحال الدورة ديال المجلس، كاين ديال عاوتاني اللي قال لكم السيد الرئيس هذا راه داركم السي، وانت راك شريك معنا في هذاك الشريك اشتراك لو كان ماشي انت هذاك الصوت البوليفر ما يكونش راه تبنى عليك هذا الشيء حيت الجمعيه اللي عندها هذوك العقار وعندها والحمد لله على هذيك الشركه ماشي غير هذيك العقار حتى السي محمد رجل زين يعني ماشي انا رجل زين وانما هذاك الحي كما قلت الاول يعني دار واحد المجهود كبير على بزاف ديال المشاريع اللي كانت كيطالب لهذاك الحي ماشي حتى دابا، انما كما قلت الامكانيات ما كاينينش يعني كان كيوصلوا واحد المرحله اللي عاوتاني ولكن الله سبحانه وتعالى ما كانش مكتب هذه المسائل راه دابا الحمد لله يعني هذه المسائل كتبهم الله وغادي يكونوا وانت يعني تهمتي في هذه المرحله هذه راه غادي تسمى عليك وقول يعني هذا ماشي يعني ماشي عند هنا يتسمى عليك عند الله فهمتي العمل ديالك اي ماشي يتسمى عليك اليوم يعني يتسمى عليك هذاك الشيء راه ما يتسماش ولكن كلنا اللي نشاركوا في هذا الشيء عند الله يتسمى
راه كاين عندك كل خيرات وداك الشيء صح. لا لا هو عارف شحال هاد المحاولة درنا بالعالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد.